الحين بيقول لي enablehen، بقول له enter. do you want to close the browser؟ اوكي. اول ما نفعل الهن بيظهر لنا ملف اسمه webman games. هذا بنلاقي فيه بعض الالعاب احنا منزلينها بشكل يدوي. سبق وراحق، ديجيمون، ديزني، بطوط، لين كينج، هركليز بالعربي، بيبسي مان بالعربي، بنت بانتر، ريزنت ايفل بالعربي، سنافر، سبارو دراجون 1 2 3، لعبة مؤامرات، لعبة سوني 3 هني. هذا لو انت بتنزل العاب داخل الهارد ديسك من خلال اليو اس بي او الفلاش. الحين الالعاب اللي تنزلها من الستور تطلع لك على القائمة الرئيسية نفس كذا. سكوبي دو، جراند سان ادرياس، سوبر ماريو، كراش باش، ريلي فرويز، بيبسي مان، تمام، طرزان، كراش سانيتي، كراش بانديكوت، تاك تيم ريسنج. وهذا هو المالتي مان لو تبي تنزل العاب او تنسخ اي سي دي داخل الجهاز مجانا. اوكي، ثالث شيء نستعرض الستورات المجانيه. الستور المجاني هني العاب سوني 1 2 3 تدخل تنزل على كلمة بي سي ان، بتحمل اللعبة اللي تريدها، تحمل اللعبة وتتثبت سواء على بلاي ستيشن 3 او العاب الريترو تحت او بلاي ستيشن 2 او بلاي ستيشن 1. اللعبة اللي تريدها تدخل عليها وتحملها.